أهلا بك في نشرة التاسعة دكتورة، وهجوم على مركز 1200 أو مركز بنغازي الطبي، وأنباء عن هروب العناصر الطبية، لك أن تشرحي ما السبب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا أكدت مرارا وتكرارا أن العناصر الطبية تركت لوحدها في مواجهة هذا الوباء. أكدت حتى في لقاء أمس أن جميع مراكز العزل بدون حماية، يبدو أن قد يكون أن خوف العناصر الأمنية من البقاء في هذه الأماكن خوفا من الوباء، ولكن للأسف الشديد أن نحن نتعرض للاحتفاء، وهذه طبعا حاجة سيئة أن ليبيا البلد الوحيد اللي يتم فيه الاعتداء على العناصر الطبية في كل العالم. ما سبب دكتورة؟ العناصر الطبية إلا في ليبيا يتم الاعتداء عليها. السبب دكتورة؟ اليوم كانت الوتيرة زايدة جدا، كان عندنا اعتداء من الساعة 11 الصبح، فيه متوفي من الكورونا. طبعا الأهل رافضين فكرة أن التشخيص أن في كورونا، ينعتون بصفات نبية ويتهمون بالسرقة، وأن نحن لجنة سراقة، وأن كل مريض يشخص كورونا نحن نستلمه عليه في مبلغ 100,000. جاءوا للإدارة، طبعا دخلوا على الخدمات الطبية، فيه مكتب كسروا مكتب الخدمات رأسا على عقب، وضربوا موظفين في الخدمات، وانتقلوا بعدها للبرج الثالث. عبر طبعا البرج الثالث نحن فاصلين، فما يقدروش يخشوا الا من الدور اللي تحت الارض، وخشوا مش عارفه بقدره قادر ونزلوا في الدور تحت الارض، وطبعا هذا مكان كله منظومات الاكسجين، لغايه عبروا للبرج الامل، واعتدوا على الدكاتره بالالفاظ وبالاصوات العاليه وضربوا الاشخاص، طبعا كانوا مسلحين. وبعدين انتقلوا المعمل الكوفيد، فاتصل بي الفني في خوف، قال لي حيكسروا المختبر، والمختبر غالي طبعا. فأجبروا خذوه، قالوا لي لازم تعاود المسحة من الجثمان، وفعلا عاود المسحة من الجثمان وطلعت موجبة. وبعدنا في القصة هذه من الساعة 11 إلى الساعة 5، وتقريبا هم من ناس من تورغة سمر البشرة، عندهم علاقة بشخص ما في الفائقة، واستغلوا هذه الصفة. وبعدنا في القصة ضرب والشتم لعند الساعة 5. بداية الدكتورة نسأل الله السلامة لكم، و يعني نقول بأن الرسالة وصلت إلى الجهات الأمنية، ولكن هناك يعني من جهة أخرى أريد فقط يعني أن أطرح عليك سؤال. من بعد لقائك البارحة هناك العديد من الردود الكثيرة، والتي تنفي العديد من تصريحاتك، منها مثلا مبلغ 650 مليون الذي قيل بأنه لم يصل إلى ليبيا أكثر من 2.2 أو 2.300 مليون يورو بحسب موقع الـ WHO. هناك من يتحدث او يسال عن ما وصلت اليه لجان التحقيق في 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 قصه ال 300 مليون. الا تعتقدي بان هذه هي ربما تكون حتى اسباب لهذا الهجوم، في ظل كما ذكرت البارحه بان ليس هناك تامين على مركز بنغازي الطبي؟ الكلام اللي أنا قلته هذا نقلا على رئيسة المنظمة الصحة العالمية السيدة إليزابيث في اجتماع. نعم، الموقع الرسمي لا يقول ذلك. مندوب عن ليبيا السيد سند، دكتور سند، تقدر تسألوه، حاضر، وكان حاضرين معايا دكاترة، يعني أحمد الحاسي. نعم. في مجمع قالتها، وممكن حتى كررتها الدكتور سعد، ممكن، فهذه قالتها هي نقلا، ما قالتهاش لي أنا روحي، قالتها في اجتماع. نعم. فلو أن حقيقة هي. طيب ولجنة التحقيقات؟ قالتها في مجمع. ولجنة التحقيقات. بالنسبة للكلام اللي يقولوا فيه الناس، هذا أنا أكدت أن فيه من لعب بعقول الرأي العام، تو الرأي العام مرفضين أن في تشخيص اسمه كورونا، ومقتنعين بأن الأطباء والتمريض ياخذوا في 100,000 دينار. لا دكتورة، نسأل على لجنة التحقيقات، نسأل على لجنة التحقيقات اللي شكلت في بخصوص 300 مليون. لجنة التحقيقات، أنا ما نعرفش من شن اللجنة المشكلة، نحن لجنة استشارية لشرينا لبعنا. نعم. لو أن فيه لجنة يفترض أنها تطلع وتقول نتائج تحقيقها. نعم. ما نعرفش أنا. نعم. نحن لجنة فقط طبية استشارية. نعم. لو أي وباء تبي تشري، لو تبي تواجه، كيف نعم. تواجه؟ صحيح. مش بتشري لأدوية ومستلزمات. هل 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 من رسالة إلى جهات الأمنية تقدميها دكتورة فتحية العربي؟ ينطفوا مع بعضنا في مكافحة الوباء، أو مش عارفة شو الفكرة يعني. كل العناصر قاموا بالهرب.
كل العناصر قاموا بالهرب، عناصر طبية. ما فيش أصلا، لم يكلف أحد بحراسة مكانات العزل. الفكرة اليوم تم الاعتداء حتى على مستشفى الهواري، مش نحن بس، بعد قلت لك في اعتداءين بعد الاعتداء هذا. نعم. إذا انتهب الساعة 5 بعدها جاء الاعتداء الثاني، وبعدها انتهاب الاعتداء الثالث أجبروا الدكتور إنه حتى يغير شهادة الوفاة غصبا عنه. نعم. المسكين مش قادر ينكر الشهادة الأولى مكتوب فيها توفي بالكورونا، الثاني مسكين أجبروه يكتب اشتباه في كورونا غصبا عنه لأنه سلاح على رأسه. هذا ما يجيش يا جماعة. نعم. تقولوا ان ما خلاص حكينا ما فيش امام الرساله، امام الرساله الى العناصر الطبيه دكتوره فتحيه. نعم، رساله توجهها حضرتك للعناصر الطبيه من اللي صار اليوم. العناصر الطبيه والله يقول لك شيء، اللي يعني خافوا اليوم ضربوا دكتوره وممرضه وخافوا وطلعوا، لما طلعوا ردوا على طول ما قدروش يسيبوا المرضى. والحاجه اللي صراحه ابهرتني وتسعد ان جوهم العناصر الطبيه الاخرى حتى اللي كانوا فاصلين ومش ما يشتغلوش معنا في البرج. فتو انا المكان اللي كانوا فيه 6 ممرضين تو فيه 12، يعني ضاعف العدد. مجرد ما نزل الاعلان ان العناصر الطبيه طلعوا تنادى الجميع، حتى اللي مش خاش معنا في البرج خاش تو. لكن ما ينفعش هيك، لازم توقف معنا الدوله. وين التامين؟ وين الهلال الاحمر من دفن الجثامين؟ معقوله كل يوم ندفنوا نحن في الجثامين؟ نبوا الهلال الاحمر، نبوا الدوله، نبوا الامن، نبوا حتى نعبروا بالمرحله. لكن هيك ما ينفعش يطلق بس العنصر الطبي وكافح الوباء. العالم كله خش في تجارب. بدايه نسال الله السلامه لكم دكتوره فتحيه. ويعني على شاشه ليبيا الحدث قيل الخبر، من المؤكد بأن الخبر قد وصل. نسأل الله لكم السلامة دكتورة فتحية العريبي، رئيس اللجنة الاستشارية للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، كنت معي عبر الهاتف. شكرا جزيلا لك.